بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى الظافر من المحامد بالخصل والظاهر بفضله على ذوي الفضل، معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، ونحن نقترب من الشهر المبارك شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. نحاول أن نزداد قربا من القرآن وحبا للقرآن، ونعوض تقصيرنا السابق يعني في القرآن. لعل الله عز وجل يفتح يعني علينا ويوفقنا لحسن استقبال هذا الشهر المبارك شهر القرآن، وأن يكون شغلنا في هذا الشهر المبارك هو القرآن. فإن أولى ما أعملت فيه القرائح أو علقت به الأفكار اللواقح الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل الذي تقوم به المعالم وتثبت به الدعائم، فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الجزل وهو الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبو ضياؤه وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره، بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، كما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، وظهرت فصاحته على كل مقول، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وتظاهر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه، وقسم لفظه ومعناه إلى ما ينشط السامع ويقرط المسامع من تجنيس، أن يستخرط المسامع يعني يجعل فيها قرط اللي هو الحلية التي تكون في الأذن، ويقرط المسامع من تجنيس أنيس وتطبيق لبيق وتشبيه نبيه وتقسيم وسيم وتفصيل أصيل وتبليغ بليغ، هذا وكم فيه من مزايا وفي زواياه من خبايا. إن على قدر حب الإنسان لله عز وجل وعلى قدر قربه من الله عز وجل يفتح له معاني القرآن، كما سمع شاب شهده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال هذا الشاب: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فلما استخلف عمر رضي الله عنه استعمل هذا الشاب، فكأن قلوبنا عليها أقفال الغفلة، فنحن نفقه القرآن حتى تفتح هذه الأقفال، فهي على قلوب أقفلوها حتى يفتحها الله عز وجل. ومن لم يبت والقلب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأعذب أسلوب، أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأكفان من سنة الكرى نوميا، يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائح عبيرا ونشرا، يحيي القلوب بأوراده، ولهذا سماه الله روحا، فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فلا تكون حياة إلا بالروح، فكان القرآن روح، الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ممن يصطفيه من الأنبياء الكرام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان،
فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبد. فلا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا إلا بالقرآن وبهداية القرآن، ولا يمكن أن يسعد في الآخرة ويبقى حيا في جنة النعيم إلا بالقرآن. ولهذا سماه الله روحا، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبد، ولولا الروح لمات الجسد، فجعل هذا الروح سببا للاقتدار وعلما على الاعتبار، يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات سياقل، وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوى نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ورقت طباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب. ثم أما بعد، أيضا فإني أردت بهذا الكتاب أن أقترب من ينابيع الخير والفضل والبركة، وأن أشرف ناظري وأنظار الناظرين في كتابي، وأشنف آذان السامعين لكلامي بهذا المختصر المبين لعلوم القرآن العظيم، فإنها من أشرف العلوم كما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل معلم هو معلم القرآن، وأفضل طالب هو طالب علوم القرآن. وكيف يتصدى المسلم لتعليم القرآن وهو لم يتعلم علومه؟ والمراد بعلوم القرآن العلوم التي تتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن، من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، والتي تسمى أيضا بأصول التفسير. لعلوم القرآن تسمى أصول التفسير، وإن كان علم التفسير علم من علوم القرآن، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن في تفسير إلا بمعرفة يعني هذه العلوم، أسباب النزول، جمع القرآن، معرفة المكي والمدني والليل والنهاري والسفري والحضري والصيف والشتائي، يعني ما نزل في الصيف ما نزل في الشتاء، والناسخ والمنسوخ، يعني حتى لا يستدل بأي منسوخ على حكم شرعي، والخاص والعام، والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه. يقولها التي تسمى أيضا بأصول التفسير لأنها تتناول المباحث التي لابد أن نفسر من معرفتها لتفسير القرآن العظيم. وقد ألف في ذلك تأليف رائقة رائعة، وأجلها في نظري البرهان في علوم القرآن للزركشي، وأكتف 4 مجلدات، وهو بحر يعني بالنسبة لعلوم القرآن، وذكر فيه 47 علما من علوم القرآن. ثم قال واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره. يعني شوف علوم القرآن بس يعني ذكر 47 علم، والسيوطي ذكر يعني أكثر من ذلك، ومع ذلك يقول أن الإنسان لو قضى عمره كله في يعني طلب علم واحد من هذه العلوم لا فنى العمر ثم لم يحكم أمره. ولكن اختصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين. وبنى السيوطي أشهر كتبه الإتقان في علوم القرآن على البرهان، وزاد في علومه حتى أوصل إلى 80 علما. يعني الزركشي ذكر 47 علم من علوم القرآن، والسيوط طبعا متأخر عن الزركشي وأورد 80 علما من علوم القرآن. وقد صنف في مفردات هذه العلوم تصنيف بديع من الناسخ والمنسوخ وأعجاز القرآن وعلم التفسير، وكل ما صنف عن كتاب الكريم لا يبلغ قطرة في بحر اللجي. يعني كل الكتب التي تكلمت وكل التفسير لا تبلغ قطرة من بحر القرآن اللجي، فإن علم جميع المخلوقين لا يساوي قطرة في علم الله عز وجل. في قصة الخضر وموسى لما وقف عصفور على السفينة وغمس من خرف في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق إلا كما أنقص العصفور من هذا البحر. طبعا العصفور لم ينقص شيئا. فكذلك كل علوم الخلق لا تساوي يعني قطرة من بحر علم الله يعني عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإن علم جميع المخلوقين لا يساوي قطرة في علم الله عز وجل، ولو أن ما في الأرض من شجرة أخلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما كفى ذلك في بيان ما في القرآن من خير وحكم وبلاغة وهداية. والله تعالى هو الفتاح العليم، يفتح على العباد من الفهم والخير في القرآن بحسب إيمانهم وحبهم وانشغالهم بالقرآن. القرآن كتاب هداية، قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال أقوم في العقائد أو في الأخلاق أو في المعاملات، التي هي أقوم في كل شيء. القرآن يهدي التي هي أقوم في الأخلاق والعقائد والمعاملات. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فهو يهدي لأقوم العقائد والأخلاق والأقوال والأحوال والأعمال. فمهما اقترب المؤمن من القرآن بكثرة التلاوة والتدبر والقيام به بالليل والعمل به بالنهار، ارتقت أحوال العبد وزكت أعماله وصحت عقائده وحسنت أخلاقه، فهو هداية كاملة للمؤمنين المتقين وهداية بيان للناس أجمعين. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، يعني هداية كاملة. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هو كتاب هداية ينادي على الناس بالهداية، ولكن هؤلاء في مكان بعيد، كمان ينادي على شخص والشخص هذا في مكان بعيد لا يسمع النداء. فهو هداية كاملة للمؤمنين المتقين وهداية بيان للناس أجمعين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية بيان. وهديناه النجدين، هداية بيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية بيان. ولكن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، خلق الهداية والهداية الكاملة. وإذا أراد العبد أن يختبر إيمانه هل هو من أهل الإيمان أو من أهل الشكوك والكفران، ينظر كيف هو عند سماع القرآن أو عند تلاوة القرآن، يعني هل يزداد إيمانه. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فشأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، يعني كلما طهر القلب كلما أحب القرآن وود أن ليله ونهاره مع القرآن، ما يشبع من القرآن، بل لو بعد عنه يعني لحظة يجد شكر القرآن وسماع القرآن وتلاوة القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يعرف أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. فلو أن أحدا تحبه حبا شديدا وهو غائب عنك منذ مدة وأرسل لك كتابا، كيف يكون فرحك به؟ وكيف كل فترة تخرج الكتاب وتنظر إليه لعلك تفهم معنى جديدا، لعلك تفهم بين السطور؟ فالقرآن كلام الله، والذين يحبون الله عز وجل يحبون القرآن. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلام. الطاعات كثيرة جدا، ولكن أكثر ما يقرب إلى الله جل تلاوة القرآن والقيام بالقرآن والعمل بالقرآن، يعني فيش عمل ترتب عليه من الثواب كما ترتب على تلاوة القرآن، يعني كل حرف بعشر حسنات. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر ميم عشر. لو أن كلمة عشر حروف يبقى فيها مئة حسنة كلمة واحدة، كيف بمن يقرأ ربعا، من يقرأ جزءا، بمن له ورد مثلا القرآن كل يوم ثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء، كيف يكون ثوابه؟ فالإنسان لا يبخل على نفسه بالخير، فما فيش عمل
ترتب عليه من الثواب كما ترتب على القرآن. وذلك الصحابي يقول: تقرب إلى الله بالطاعة واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. القرآن شفاء لكل أمراض القلوب من الشبهات والشهوات، لأن ما يترتب من الثواب أيضا حاجة المسلم، خاصة في هذه الأزمنة التي تموج بأمواج عاتية من الشبهات والشهوات. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هداية كاملة، والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر، يعني لا فيهم ليس في القرآن، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى اللجوء إلى كتاب الله عز وجل عند كثرة الفتن من الشبهات والشهوات، فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فما أحوجنا إلى القرآن في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأسأله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد في علوم القرآن، وأن يفتح له القلوب والأسماع، والله موفق للخيرات والهادي لأعلى الدرجات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن. أول فصل من الكتاب بعنوان عظمة القرآن، فلابد أن نقف على شيء من عظمة القرآن حتى نقوم بحقه. أثنى الله عز وجل على كتابه العزيز مما يدل على عظمته، بل وصفه الله تعالى بالعظيم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، كما وصف الله عز وجل نفسه بذلك، فقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله عز وجل يصف نفسه بالعظمة، ويقول ابن القيم في الشافية الكافية في النونية: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله عز وجل عظيم بكل معنى، عظيم بأسمائه وصفاته، عظيم بربوبيته وإلهيته، عظيم بالنعم التي يغدو بها العباد. والقرآن عظيم لعظمة من نزل به وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال عز وجل في وصف جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح يسد بها الأفق. القرآن عظيم لعظمة من نزل عليه، ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال إمام الطحاوي في بيان تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم: أن محمدا عبده المصطفى ونبيه ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. القرآن عظيم لعظمة الأمة التي نزل إليها، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. القرآن عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فعظمة رمضان عموما وعظمة ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، إما أنه نزل جملة كما قال ابن عباس، يعني في مكان يسمى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نجم نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى سنين البعثة 23 سنة، أو أنه ابتدأ نزول القرآن في رمضان، والآية من القرآن تسمى قرآن، والقرآن كله يسمى قرآن. القرآن عظيم لعظمة المكان الذي نزل فيه، ومكة المكرمة أم القرى،
وأحب أرض الله عز وجل إلى الله والمدينة المنورة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببها يعني إلينا كحبنا مكة أو أشد. وهو طبعا أكثر يعني كان في مكة أو المدينة، وبعضه كان في الإيه في السفر. القرآن عظيم لعظمة اللسان الذي نزل به، وهو اللسان العربي المبين. قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أغنى اللغات وأشرف اللغات لغة القرآن، ما نزل بالإنجليزي ولا الفرنساوي ولا اللغة البوسنية ولا الروسية، نزل باللغة العربية أشرف اللغات وأعلى اللغات. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكل هذه يعني أدلة تدل على عظمة القرآن، عظمة من تكلم به، عظمة من نزل به هو جبريل، عظمة من نزل إليه وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، عظمة الأمة التي نزل إليها وهي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، عظمة الزمان الذي نزل به في رمضان وفي ليلة القدر، عظمة المكان الذي نزل فيه في إما مكة وإما المدينة، عظمة اللسان الذي نزل به ولسان عربي مبين. ولعظمة القرآن أخبر الله عز وجل أن الجبل مع قوته وصلابته لو نزل عليه القرآن وجعل له قلب يعقل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود من إيراد هذه الآية إبراز عظمة القرآن الكريم والحث على موعظه الجليلة، إذ لا عذر لأحد في ذلك، وأداء حق الله تعالى في تعظيم كتابه وتوبيخ من لا يحترم هذا القرآن العظيم، وفيه كذلك تمثيل وتخييل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ. طبعا قد يقول قائل لماذا لا يهتدي به كل الناس، فنقول هناك يعني قلوب يعني كما قال عز وجل يعني كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج يعني منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهناك قلوب يعني أشد من الحجارة، فهذا القرآن لو نزل على الجبل هو الحجارة الصماء، والله عز وجل جعل له عقل يعقل ويفهم القرآن لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. ولعظمة تأثيره وسلطانه قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فطبعا جواب الشرط هنا يعني محذوف، ولكن مفهوم من السياق، يعني لو أن قرآنا من شأنه أن تتحرك به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى له هذه الهيمنة وهذا التأثير وهذه العظمة لكان هذا القرآن. فالمحذوف هنا لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. والمعنى أن قرآنا سيرت به الجبال من مقرها وزعزعت عن مضاجعها أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعا أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب، يعني الموتى تسمع وتجيب، لكن هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. وقال أبو السعود والمقصود بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات يعني المعجزات، فاقترحوا يعني غيره مما أوتي موسى وعيسى. فالمعنى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أي بإنزاله أو بتلاوته عليها وزعزعت عن مقرها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام، أو قطعت به الأرض أي شققت وجعلت أنهارا وعيونا كما فعل بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصا، وضرب يعني موسى الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، أو جعلت قطعا متصدعة، أو كلم به الموتى أي بعدما أحييت بقراءتي عليها كما أحييت لعيسى عليه السلام، لكان ذلك القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثاره آثار قدرة الله تعالى وهيبته. وذلك يقولون المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الفسية يعني أبلغ من معجزات جميع يعني بالإضافة لمعجزة القرآن يعني.
يعني البحر انشق لموسى عليه السلام، ضرب عصا البحر، نفس السلام أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر، والقمر آية علوية والبحر آية يعني سفلية. تفجر الماء من الحجر لموسى عليه السلام، إن نفس السلام تفجر الماء من بين أصابعه من بين اللحم والعظم. كذلك يعني احياء الموتى لعيسى، ان يوسف سلم الجزء اليابس ميت كان في وقت من الاوقات حي يتكلم، فاذا تكلم يعني بعد الموت فهذه يعني اقل في الاعجاز من ان ينطق الجزء اليابس ويبكي ويصرخ صراخ الصبي الصغير الذي يسكت. من مظاهر عظمة القرآن ان الله عز وجل تحدى الانس والجن ان ياتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدهم بالقرآن كله، ثم تحدهم بعشر آيات. لما عجبوا تحدهم بعشر آيات، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم تحدهم بصورة واحدة ولو أقصر صورة من القرآن، صورة الكوثر مثلا. قال تعالى: أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله، صورة واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقد يقول قائل: لعل قد عرض القرآن بمثله ولكن لم يبلغنا. فنقول إنه فعلا عرض ولكن ظهرت ركاكة اللفظ وسماجة المعنى، كما في بعض الروايات أن المخيلمة كان بيعارض بعض سور القرآن ولكن تظهر السخافة وسماجة المعنى في يعني كلامه، فدل على يعني عظمة القرآن. والله عز وجل يعني قال: فإن سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لن تفعلوا، يعني هذه معجزة أخرى أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل سورة واحدة من القرآن. طبعا أعداء الإسلام يبذلون المليارات في مهاجمة الإسلام، فلو استطاعوا أن يعرضوا صورة كأقصر صورة من القرآن لما تأخروا. ففعلا لن تفعلوا، فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل صورة يعني من القرآن ولو أقصر صورة من القرآن. فعظمة القرآن وعلو شأنه لا تجعل للخلق من إنس وجن مطمعا في الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال العلامة السعدي: فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله عز وجل في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخلق بكلام المخلوق وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه، كما قال الوليد المغيرة وقيل العاص بن وائل السامي انه قال عز وجل انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. وكان سبب ذلك أنه يعني لما سمع القرآن يعني أعجب القرآن وقال: إن له لحلا وإن عليه لطلاوة وإن علا لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. طبعا العرب يفهمون لغة القرآن، وكانت تقام أسواق للبلاغة وينشد فيها الشعر والأدب، وكانت تعلق المعلقات السبع على الكعبة وكان يحفظون هذه المعلقات ومبالغة في حفظها، يحفظونها من أولها إلى آخرها ثم يأتون بها يعني منكثة يعني من آخرها إلى أولها. فذلك أتاهم القرآن بما قطع يعني ألسنتهم. ومع ذلك يعني لما قال قوله إن يعني قومك لا يرضون يعني بذلك، ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. لعظمة القرآن أيضا
أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، على أنه كتاب كريم. فقال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ولعظمة القرآن نوه الله عز وجل به في مفتتح بعض السور، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تنويه بالإيه؟ بالقرآن في بداية بعض السور، كان سورة البقرة. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كان في سورة الكهف. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، سورة آل عمران. ومن مظاهر عظمته أن الله عز وجل نوه في خواتيم بعض السور بعظمته، كما قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: فبأي حديث بعده، يعني بعد القرآن، يؤمنون. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ففي بعض السور نوه بعظمة القرآن في أول السورة، وفي بعض السور في خاتمة السورة. ولعظمة القرآن أقسم الله عز وجل به وأقسم عليه، فأقسم به في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يقسم القرآن والقرآن الحكيم قسم. وقال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. وأقسم عليه في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، كان في سورة الحق. ومن مظاهر عظمته حفظ الله عز وجل له، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني لو نزل المصحف فيه حرف متغير أو فيه تشكيلة متغيرة هتجد يعني الناس تنادي على الطبعة وتصادر الطبعة، ولكن الأناجيل تجد كل إنجيل يخالف الإنجيل الآخر ولا ينتبه لذلك يعني أحد، لأن الله عز وجل قال عن الكتب السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. وكل حفظ هذه الكتب إلى الأحبار والرهبان فأضعوها وزادوا فيها ونقصوا منها حرفوا وبدلوا. أما القرآن تولى الله عز وجل بحفظه، بل وحفظ السنة أيضا، أن السنة ذكر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وحفظ السنة من حفظ القرآن. فقال عز وجل: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولحفظ الله إياه فقد بقي كما هو طوضا أشم عزيزا لا يقتحم حماه، وكل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل، فمحفوظ في السطور وفي الصدور. من أطفال الصغار يختمون القرآن، تجد أطفال لهم 10 سنين أو 9 سنين يختمون القرآن، لو حد لحن في القرآن يردون عليه. يتناقله الحفاظ جيلا بعد جيل، ولو أخطأ قارئ في حرف منه إذا بالصبيان يردون عليه. ولو طبع مصحف فيه تحريف ولو في حرف واحد منه صاح الناس من كل جانب وصدرت كل الطبعة التي حرف فيها حرف واحد. وقد وكل الله عز وجل الكتب السابقة إلى من نزلت عليهم، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظها إليهم فزادوا فيها ونقصوا منها وحرفوا وبدلوا. أما القرآن فقد تولى الله عز وجل حفظه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من مظاهر عظمة القرآن أن الله عز وجل يسر فهمه وتلاوته حتى لا يكون لهم على الله حجة إذا لم يحيطوا بمعانيه ويعلموا ما جاء فيه. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. تيسير القرآن تلاوته حفظه. قال الدوسري حفظه الله: لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن عظيم، وأخبر أنه يسره وسهله ليتذكر الخلق ما يحتاجونه من التذكير، ما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. وهذا التيسير ينبئ بعناية الله تعالى بالقرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وفي هذا التيسير تبصرة وحث للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدرسته وتعريضا للمشركين، عسى أن يرعوا عن صدودهم عنه كما أنبأ عنه قوله تعالى: فهل من مدكر. من مظاهر عظمة القرآن عالمية القرآن، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان من أسماء القرآن، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو للإنس والجن. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فللناس يعني لعموم الناس، فعموم الخلق حصل لهم النفع بالقرآن، أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني ارتفاع شأنكم وعلوكم. أما أعداء المحاربون فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم، إنهم لو بقوا في الدنيا لزادوا إثما، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. وأما المعاهدون فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، لهم عهد من اليهود والنصارى. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقن دمائهم وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم، الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر بالملك العلام، فأيضا تمتعوا بأنهم حقنت دماؤهم وأموالهم في الدنيا وجرت عليهم أحكام المسلمين، فأيضا نالوا من بركة القرآن. وأما الأمم النائية عنهم فإن الله تعالى رفع العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين، يعني ما يعذبون كما تعذب عاد وثمود، رفع العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع بالقرآن وبرسول القرآن، وهو النبي العدنان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من غاية الأحسان، ونأخذ جولة أيضا مع فتح العلام شرح عمدة الأحكام.